يا أخوانا، سيدنا الحسن البصري سمع رجلا يسب الحجاج، فقال له: لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن يتولاكم القردة والخنازير. هذا كلام الحسن البصري. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمالكم أعمالكم، كما تكون يولى عليكم. نعم، إذا أردنا أن نصلح الحال فلنبدأ بإصلاح أنفسنا، لازم نصلح أنفسنا. هذا ما أقوله، أقوله لنفسي، أقوله لأكبر مسؤول، وأقوله للمسؤولين الذين إلى جانبه، وقلت في مجلس لا أريد أن أصفه، قلت: يجب أن نتوب إلى الله، لا بد أن نتوب إلى الله. نعم، التوبة إلى الله ضرورية لنا جميعا. ربي عز وجل يقول للجميع بما فيهم سيدنا رسول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضي. والله يا أخوانا، أنا لم أعش يوما ما أستجدي رضا مخلوق، لا حكام ولا محكومين، وبيني وبين القبر خطوات. الآن أستجدي، لا، أنا أستجدي رحمة الله، أستجدي رضا الله. أنا مبدأي حديث رسول الله: من استرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله عز وجل كفاه الله مؤونة. هذا مبدأي، هذا مبدأي.